مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. في الفقره الثانيه النهارده في الاهلي الليله بيكون معانا نجم حفر اسمه وتاريخه، وهو لاعب من فعلا من نجوم الكره الطايره، تاريخه مش هيتنسي ابدا كلاعب، من احسن لعيبه جت في افريقيا، خد القاب كتيره شخصيه ليه، هو احسن ضارب في افريقيا واحسن استقبال واحسن ارسال، خد القاب كتيره، لكن ما شاء الله عليه كمان وهو مدير فني معانا دايما بنكون مستمتعين، ودايما يعني بنقول ان هو حقق القاب كتيره برضه كمدير فني سيدات الكره الطايره في النادي الاهلي. خلينا نرحب بكابتن حمدي الصافي نجمنا الكبير النهارده. كابتن حمدي منورنا ومشرفنا. الله يخليك يا كابتن خالد، انا مبسوط طبعا بوجودي معاك النهارده. تقريبا كل سنه في الوقت ده بنتقابل يعني بنفس اللقاء، انا فاكر السنه اللي فاتت نفس الوقت ده اتقابلنا، وانا سعيد طبعا وببقى متفائل لما بتواجد معاك في بدايه اي موسم. الحمد لله يا رب يكون موسم خير عليك باذن الله. ان شاء الله. معانا خبرين وهنبتدي معاك على طول، معانا خبرين النهارده، خبرين مهمين. 5 سباحين في النادي الاهلي بيشتركوا مع منتخب مصر للسباحه في بطوله العالم المقامه في كوريا من فتره من 21 ل 28 يوليو، 5 سباحين احمد اكرم وعلي خلف الله ومحمد سامي ميشو وساره سليمان وهانيا مورو. هانيا مورو بتشترك في بطولتين العالم، واحده سباحه قصيره وواحده سباحه طويله او السباحه المفتوحه في المياه المفتوحه. ان شاء الله باذن الله كل امنياتنا طيبه ليهم بتحقيق ارقام وتحقيق مراكز ان شاء الله متقدمه في بطوله العالم، لان هم فعلا جيل يحترم في السباحه، محققين بطولات كتيره وانجازات كتيره في السباحه المصريه في السباحه القصيره بالذات. هنروح للخبر الثاني وهو خبر برضو من نجمنا، من لاعب كان موجود في النادي لمدير فني لمدير نشاط رياضي، تاريخه كبير جدا داخل النادي الاهلي، ودي الحاجه اللي احنا كلنا بنشرف بيها ان اولادنا في النادي الاهلي، وكباتننا اكيد هو كابتني، لكن اولادنا في النادي الاهلي او ابناء النادي الاهلي بيشرفونا في كل الاماكن. هو بدا حياته كلاعب وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر لكره اليد، وبعد كده تدرج في مناصب كثيره مديرا فنيا لمنتخب الكبار لكره اليد وتحقيق بطوله افريقيا في 93، كمان كان مدير فني لمنتخبات شباب ومنتخبات الناشئين. ما شاء الله تاريخ كبير ولسه تاريخه بيكمل، ان هو الاتحاد الدولي اختاره في وقت من الاوقات لترافلينج كوتش. ترافلينج كوتش دي عباره عن بياخد الكوتش من كل انحاء العالم ويبتدي يدي خبراته للدول الاخرى، هو وكابتن محمد الألفي، وفي الاخر كمان لسه كان مدير فني نادي الشرقه ومديرا فني ومدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي ونادي سموحه سابقا، وهو كابتن عاصم السعدني المهندس المدني. ما شاء الله فعلا انجازات كتيره. ايه اللي حصل مع كابتن عاصم السعدني؟ اتعين مديرا رياضيا للاتحاد الصيني لكره اليد، ده شرف ما بعده شرف، لان كابتن عاصم فعلا في كل الالقاب اللي حكيت لكم عليها دي القاب كتيره قدر يحققها، وعنده طموحات لا طموح لا ينقطع من كابتن عاصم السعدني، زي ما احنا قدامنا شايفين في الصوره في بطوله كره اليد الشاطئيه في المقامه في 2019 مقامه في الصين دلوقتي، هو كان في مدينه شاندو وينج في الصين، وهو قدامنا في الصوره مع الجايد بتاعه اللي هو على شمال الصوره اللي هو الولد بنضاره والناس الاخوه الافاضل من الاتحاد الصيني، وهنا ساعه ما كان بيدي محاضرات تدريبيه ما شاء الله عليه كابتن عاصم السعدني اتطلب رسمي ان هو يكون هناك متواجد في الاتحاد الصيني لكره اليد، ودي صوره برضو متواجد في الاتحاد الصيني لتطوير كره اليد الصينيه. دي اول مره في تاريخ اعتقد في تاريخ مصر ان يكون في حد موجود داخل بلد غير البلاد العربيه اللي احنا عارفينها، كلنا بنعرف ان بنروح البلاد العربيه، لكن اول مره نخرج خارج النطاق العربي، واعتقد دي اول مره في كره اليد. اكيد كابتن عاصم السعدني قيمه كبيره جدا جدا جدا، اكيد كنا عايزين نتواصل معاه لكن لظروف التوقيتات اللي بيننا وبين الصين دلوقتي الساعه 4:30 5 الصبح عنده، لكن هو فعلا تجربه جديده ليه، وهو قال لي كده دي تجربه جديده وهو سعيد جدا جدا بالتجربه. اكيد ان هو يكون موجود هناك تاني مره، بقول ده شرف كبير لينا كلنا كنادي اهلي ان هو يكون من النادي الاهلي، وفي نفس الوقت شرف ان يكون مصري متواجد بيطور كره اليد الصينيه. خلينا نبدا مع كابتن حمدي الصافي حوارنا عن كره الطايره، نسيب كره اليد ونروح للكره الطايره، لكن كابتن حمدي اكيد لازم الخبر ده خبر مهم جديد علينا ان يكون حد متواجد في الاتحاد الصيني لكره اليد، لان برضه انت لعيب كره طايره كبير، لكن اكيد ده حاجه شرف لينا كلنا. اكيد طبعا يعني لازم نتوقف قدام الخبر ده كتير قوي نحلله، يعني واحد مصري من ابناء النادي الاهلي في دوله زي الصين، عارفين الصين متقدمه رياضيا ازاي، عاوزه تطور كره اليد في الصين، ما راحتش لاوروبا، ما راحتش لاسبانيا، ما راحتش للدول المتقدمه في كره اليد، لا لجأت لواحد مصري. فاكيد الراجل ده يعني عنده خبره كبيره جدا، عنده قوه في كره اليد عاليه جدا، انهم يستخدموه في تطوير كره اليد في الصين. بالاضافه ان انا تعاملي مع الكابتن عاصم الحقيقه راجل اتعاملت معاه، ده مدير النشاط الرياضي فتره في النادي الاهلي سابقه، راجل محترم جدا، راجل منظم جدا، راجل فاهم جدا الحقيقه، يعني بيساعد اي حد على الشغل. انا بشكره على الفتره اللي قضاها معانا في النادي الاهلي، وبنتمنى له التوفيق طبعا في المهمه الجديده، انه يشرف النادي الاهلي ويشرف مصر، ومش غريب على ابناء النادي الاهلي بالتفوق في اي مجال، يعني مش غريب على ابناء الاهلي في كل مجال. اكيد احنا بقى بنقول لك الف مبروك على تجديد الثقه مره اخرى من مجلس الاداره لكابتن حمدي ونجمات الذهب. اكيد اضافه كابتن حمدي الصافي كمدير فنيا للنادي الاهلي للكره الطايره دي اضافه بالنسبه لي شخصيا، ودي حاجه ساعداني جدا، فالف مبروك على تجديد الثقه. الله يبارك فيك، ويعني والله يكون في عوني بقى. الله يكون في عونك. بجد والله. ليه الموضوع بيبقى صعب يا كابتن خالد، كل سنه بيبقى اصعب من اللي قبله. ليه؟ يعني 5 سنين انت بتربى على عرش افريقيا وعربيا، خسرنا البطوله الاخيره بس احنا عندنا رصيد كويس منها، محليا متربع على الدوري والكاس، يعني الموضوع مش سهل خالص يعني. وكل سنه بتبقى اصعب من اللي قبلها، كل سنه بتقابل مشاكل كتير، ناس كتيره حواليك بتطور وبتصرف وبتطور في فرقها وعاوزه تزيح البطل، ده شيء طبيعي اكيد، ده شيء طبيعي، فالموضوع مش سهل، مش سهل. حمدي بتحس ان لما النادي الاهلي بيقول ان كابتن حمدي صافي مدير فني للنادي الاهلي مسؤوليه في الكره، مسؤوليه طبعا، بتحس ان في يعني ما زعلش مني بتكلم بصراحه، النكد جايه عليك، في فرحه جايه عليك، في ايه بتحس ان في ضغط هيبقى زياده عليك، بتحس بايه بالظبط؟ لا بحس بمسؤوليه طبعا، مسؤوليه. النادي الاهلي مش قليل، انت عندك نادي، وكل ما بتكسب بطوله مسؤوليه اكتر، كل ما تكسب بطوله مفيش حاجه اسمها خساره. لا عمد. الناس خلاص تعودت، فرقه الطايره بنات بقى لهم 5 سنين مسيطرين على كل حاجه، بيبقى في كبوات بسيطه بس اكتر من 90% من البطولات بياخدوها، فدي مسؤوليه، انت بتلعب والناس خلاص عارفه ان متوقعه من الفرقه دي ان هي تكسب، ده مسؤوليه صعبه وحاجه صعبه يعني. خلينا نبدا الموسم او خلينا نبدا السيزون، اكيد انت بتقعد مع نفسك واكيد بتقدم تقرير في النشاط الرياضي، لكن خلينا نقول ان الموسم اللي فات ايجابياته ما شاء الله كابتن حمدي الصافي، خساره بطوله واحده من 4 بطولات، لكن على مدار السنين اللي فاتت كلها ما شاء الله بطولات داخله النادي الاهلي على ايد كابتن حمدي الصافي ونجمات الدهب. خلينا نقول في سلبيات، نبدا بسلبيه معينه او سلبيات اللي انت كتبتها او شفتها جوه قرارات كابتن حمدي الصافي وقلت ان شاء الله انا هعالجها السنه دي في السيزون الجديد. بصراحه بصراحه الموسم اللي فات كان اصعب موسم من ساعه ما دخلت النادي الاهلي، سواء على مستوى تدعيم الفرقه، على مستوى تجديد لنجوم الفرقه، على المحافظه على كيان الفرقه، المهمه مش سهله خالص. انت بعد كميه الانجازات ديت لازم تحافظ على كيان الفرقه ده، فكانت مهمه صعبه جدا ان انت تحافظ على كيان الفرقه ديت. عمليه التجديد للاعيبه كانت عمليه صعبه جدا وسابت اثار سلبيه على لحد البطوله العربيه، وكانت من اهم اسباب خساره البطوله العربيه عمليه التجديد لعقود اللعيبه. ده سر بقوله لاول مره، ده سر واضح جدا. يعني كابتن حمدي الصافي ما خسرش غير البطوله العربيه السنه اللي فاتت ما شاء الله، ماتش واحد كمان، تمام، وكسبان كل السيزون، لكن خسر البطوله. هي دي السلبيه الكبيره اللي عندك في كانت سايبه اثار نفسيه شويه على بعض اللاعبات، كانتش الفرقه اتلمت نفسيا لحد البطوله العربيه الحقيقه، دي حقيقه. فبالاضافه طبعا مش هنغفل طبعا غياب بعض العناصر، ده كان عامل مؤثر، بس احنا كنا بالتيم اللي موجود كنا نقدر نكسب. غياب الجماهير في النهائي طبعا سلبيه كبيره جدا، لو كان موجود الجمهور، لان احنا كنا بنخسر الشوط على فرق بونت بونتين، فكان الجمهور هيفرق معانا كتير قوي. اكيد وجود اكتر من لاعيبه جوه منتخب مصر للسيدات اكيد ده حاجه بتؤثر في كابتن حمدي الصافي نفسيا، بيكون مبسوط ان اغلب لاعبات منتخب مصر من الكره الطايره من سيدات النادي الاهلي. طب الحمد لله. بص يا كابتن خالد، احنا ماشيين في النادي الاهلي في الكره الطايره بمبدا وانا اتكلمت فيه قبل كده معاك، ان انا نمره 1 عندي القطاع النشئات بتاعي، ببص له اللي بحتاجه بلاقيه باخده، بدعم في اضيق الحدود. يعني لو بصيت في خلال 5 سنوات احنا ما دعمناش غير ب3 صفقات من خارج النادي، من خارج النادي كويس. اول سنه ما كانش فيه صفقات خالص، كملت شغل كابتن جمعه الله يرحمه، رحمه الله عليه، وكانش فيه صفقات خالص، كان الناس اللي موجوده بعناصر الخبره، كملنا بشويه ناشئات، اخذنا العلامه الكامله الحمد لله. ثاني سنه دعمنا بآيا الشامي الحمد لله علامه كامله. السنه اللي بعديها دعمنا بفريده العسقلاني. اخر موسم ده دعمنا بساره امين. يعني في خلال 5 سنوات 3 لاعبات مفيش بقى الكلام اللي يقول لك اصل كابتن حمدي الصافي عمال يجيب ويودي. اجيب واودي ايه؟ انا باخد 3 لاعبات في 5 سنوات بكام بطوله؟ 16 بطوله. اللهم صل على النبي. بصراحه اللهم لا حسد. كل ما قدامهم كام ناشئه طلعوا؟ قد ايه بقى؟ كتير. عد 4 5 سيزون مثلا. عد ده اقل حاجه. 4 5 سيزون 3 4 كل سنه لازم يطلع الفريق الاول اسماء جديده. اسماء جديده عندك. هل ده من كابتن حمدي الصافي؟ لان انا مع المدرسه دي ان لازم اي فرقه في العالم بتلعب رياضه لازم يخش عليها عنصرين كل سنه تقريبا، مينيموم عنصرين. كابتن حمدي الصافي من المدرسه دي. طبعا انا بلعب باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني بطوله، مطلوب منك بطوله. لازم كل سنه ادعم، لازم كل سنه اطلع ناشئات، لازم كل سنه اجدد. في ناس بتفهم التجديد الدماء او الاحلال والتجديد بصوره غلط. مش احلال وتجديد او تجديد دماء ان انا ابركن الخبره والقديم، لا ده انا بطلع معاه حد صغير ياخد خبره منه ويمشي، فاهمني؟ الاثنين يمشوا مع بعض. دي حقيقه. كابتن حمدي الصافي بيلعب اكيد كان في ناشئين بيطلعوا معاه فبياخدوا بينقلوا الخبره. صلاح وعبد الله ما طالعين على ايدينا. تمام. لولا هم اخدوا الخبره من الجيل القديم، انا وميدو وماجد وهاني مسلحي والعالم دي، ما كانوش هيبقوا احمد صلاح ولا عبد الله عبد السلام. لازم ده، لازم التواصل الاجيال ده، لازم تواصل. ما ينفعش ناشئ يطلع ما يلاقيش حاجه رمز قدامه يتعلم منه. بصراحه عجباني الدماغ، يعني عجباني الفكره، لان انا مؤمن جدا باللي انت بتقوله. اللي انت لازم نكون الولاد الصغيره بتوعنا ولادنا يطلعوا في وسطينا يتعلموا حاجات كتيره. في ناس بتفهم غلط احلال وتجديد او تجديد دماء ان انا خلاص عاوز اركن القديم وعاوز اطلع ناشئين، ما الناشئين مش هطلعه كده يلعب مره واحده. لا ده لازم يتعلم من الراجل الكبير اللي موجود سيزون 2 ويبتدي يبقى ياخد هو مكانه الطبيعي. اخر بطوله ندى وليد من مفاجآت البطوله وهي لسه لعيبه ناشئه زي بس تاكيدا على كلام حضرتك. تمام. ونور ياسين وندى معوض، يعني عندنا طقم، وسهيله وفيه، وعندنا طقم كتير فعلا طالع. مروه مجدي ومايا ممدوح اسماعيل وميار خليفه، ما كل دي اسماء جديده. اسماء. خلينا نرجع لبطوله العالم اللي موجوده في مصر للشابات في شهر 9 اللي جاي، وفي منتخب بيستعد للبطوله الافريقيه. كابتن حمدي الصافي من وجهه نظره احنا في بطوله افريقيه متواجدين على الساحه الافريقيه. طبعا. لكن مش متواجدين على الساحه العالميه. ليه؟ زي كل الالعاب. انت متفوق جدا افريقيا. الشغل اللي بتعمله يا دوبك بيخليك تتفوق على مستوى افريقيا عربيا، انما الشغل العالمي ده محتاج شغل تاني خالص. محتاج شغل تاني خالص. محتاج شغل جامد 3 4 سنين ومعسكرات واحتكاك وشغل عالي. من وجهه لو توفرت الامكانيات دي نقدر نحقق على المستوى العالمي؟ بصراحه نقدر نقرب جدا. في البنات ولا الرجال؟ الاثنين. احنا اعتقد في الرجال مقربين، بنلعب دوري عالمي مقربين شويه اكتر من الولاد، اكتر من البنات. طب اللعيبه اللي راحت منتخب مصر كابتن حمدي الصافي من وجهه نظري، في حد اتظلم في لعيبه منتخب مصر اللي هم بيكونوا عندك يا كابتن ما رحناش منتخب شايف من وجهه نظرك ان في حد اتظلم في لعيبتك؟ بص انا انا قاعد حاليا ما عنديش حد، عندي 2 لاعبات بس موجودين. كل مره الفرقه كلها ما شاء الله الحمد لله، يا اما موجودين في المنتخب الاول، يا اما موجودين منتخب الشابات يا الناشئات. يعني انا عندي القوام بتاعي فريق اول شابات ناشئات الحمد لله. كل العناصر اللي طلعناها راحت منتخبات. التيم بيعمل 3 عناصر عندك، خبره للوسط للناشئين. ما شاء الله بصراحه حاجه تفرح وحاجه جميله. خلينا نروح للموسم الجديد واستعداد كابتن حمدي الصافي للموسم الجديد من غير 12 لاعب هم موجودين في المنتخبات. هنبدا ازاي الميسو؟ طبعا هنبدا ب العناصر اللي هي باقيه اللي موجوده، ال2 3 لاعبات اللي موجودين. هتبقى فرصه ان انا اشوف برضو عناصر جديده ثانيه. يعني انا ناوي السنه دي ان شاء الله اضم فرقه 18 كلها. فريق لو في عناصر فريق 16 هينضموا، بحيث ان فتره في ال2 3 شهور دول اقدر اشوفهم عن قرب. ممكن في الزحمه قبل كده ما كنتش واخد بالي منهم، لا اقدر اشتغل معاهم 2 3 شهور ممكن يطلع لنا عنصر 2 ينفعنا. يعني انت هتقعد على اللعيبه دي عشان تدرسهم في ال3 شهور الجايين. تمام. عشان لو في تقدر تطلع لو في حد يستاهل او انا ما خدتش بالي منه في الزحمه الاولانيه او مراعي اتظلم مثلا ما راحش منتخب او حاجه اقدر اشوفه كويس. حاجه جميله، حاجه رائعه. انا مبسوط منك جدا بصراحه. قول لي السنه دي هنشارك في كام بطوله في الموسم الجديد؟ ان شاء الله مش اقل من 3. يعني مش اقل من ليه كلمه مش اقل من 3؟ ليه مش عشان البطوله العربيه السنه دي احتمال تتعمل واحتمال لا، لان هو السنه اللي فاتت سمعنا ان كان في بطوله اسمها الالعاب العربيه بتتعمل في الشارقه، فسمعنا الاتحاد العربي هيعمل دي سنه وهيعمل بطوله الانديه سنه. كويس. بطوله الالعاب العربيه اللي في الشارقه دي مش خاصه بالكره الطايره، دي مجموعه العاب بتتعمل في الشارقه منها من ضمنها الكره الطايره، فهي مش متخصصه قوي في الكره الطايره، بيبقى كذا لعبه ويعني بتعمل سيدات بس صح؟ سيدات بس، فاحتمال كبير ان احنا لو البطوله العربيه اللي هي للانديه ما اتعملتش فهنركز في افريقيا والدوري والكاس ان شاء الله. هتركز في افريقيا ودوري وكاس ومنطقه القاهره، ولا ما عندكمش منطقه القاهره؟ لا ما عندناش منطقه، ما عندهمش منطقه القاهره زينا. لو السوبر اتعمل يبقى حاجه كويسه، سواء عرب او مصري او افريقي يبقى حاجه كويسه. تتمنى تكون موجود 4 بطولات وما شاء الله. كابتن حمدي الصافي بقى استعد وبدا يحط البلان بتاعت السيزون الجديد ان شاء الله بإذن الله. عندنا معسكرات خارجيه قبل بطوله افريقيه، هتقرر ده ولا؟ والله احنا بنطلب مجلس الاداره الحقيقه، في اخر 2 موسم ما قصرش معانا. رحنا مره سلوفينيا ورحنا مره اللي فاتت صربيا، الحقيقه المعسكرين كانوا كويسين جدا وفرقوا معانا جدا في اعداد اللعيبه، وبيخليك بقى خلاص يعني بيخليك تخش بقى على البطوله وانت جاهز 100%. اكيد اكيد. انت افريقيا اللي جايه دي يعني ما شاء الله، يعني مش هنسبق الاحداث، هي بطوله مهمه في تاريخ حمدي الصافي عشان هتكون الثالثه على التوالي. الثالثه على التوالي والخامسه في تاريخي مع النادي الاهلي. والخامسه في تاريخك مع النادي الاهلي ما شاء الله. بصراحه يعني مش عايزين نقعد نحسد كتير ونتكلم كتير، خلينا نروح لكاترين. كاترين ما شاء الله عملت سيزون كويس جدا، لكن قلنا لها الف شكر، اديتي اللي عليكي مع النادي الاهلي وخرجتي. هتعوض بلاقيه محترفه ثانيه ولا مش ناوي؟ والله انا بقالي شهر بتفرج على فيديوهات. بتفرج؟ طبعا لازم ابتدي من بدري، هي هتيجي المفروض على شهر 10 المفروض، لو هنتعاقد مع لعيبه محترفه هتيجي في شهر 10، بس احنا لازم نشتغل من دلوقتي. بتفرج على فيديوهات كتير ولحد دلوقتي ما لقيتش اللي انت عايزه، ما لقيتش المواصفات اللي انا عاوزها، واللي هي تبقى يعني مش اقل من كاترين، سواء فنيا. كاترين مش فنيا بس، لا على فكره كاترين فنيا وخلقيا والتزام، حاجه فوق الوصف الحقيقه ما شاء الله. فاحنا عاوزين حاجه بالمواصفات ديت، عاوزين حاجه بالمواصفات ديت. طب عشان ما نخشش في المركز اللي انت محتاج فيه، لان دي برضو حاجه اكيد فنيه مش هنخش فيها، لكن خلينا نقول كابتن حمدي الصافي بيتوجه لاي مدرسه بيدور فيها؟ يعني ممكن نقول المدرسه اللي هي شرق اوروبا شويه. شرق اوروبا بتحب المدرسه دي؟ المدرسه دي متربيه على الالتزام والقوه في التدريب، وفي يعني عندهم التزام غير طبيعي في التدريبات وفي تنفيذ التعليمات، فالمدرسه دي بتعجبني الحقيقه. يعني غير المدرسه جنوب امريكا الجنوبيه شويه، فيها دلع شويه، بيبقى فيها دلع شويه، انما الناس ديت بيبقوا زي الرجاله على طول. ينفذوا ويتمرنوا وما عندهمش مشاكل. طيب خلينا نقول ان الفرقه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وصلت لمستوى فني عالي في البطولات المختلفه معاك. هل كابتن حمدي الصافي بيفكر في تدعيمات؟ بدون ذكر اسماء لو بتفكر في تدعيمات، هل كابتن حمدي بيفكر في تدعيم الفرقه السنه دي بلاعبات من مصر؟ الحقيقه السنه دي صعب التدعيم. ليه؟ اولا الاتحاد واقف عمليه انتقال اللاعبات من السنه اللي فاتت دي، نمره واحد. تاني حاجه على انا لما قلت لحضرتك ان انا لما بحب اجيب لازم اجيب حد يا اما في مستوى اللي عندي يا اما اعلى. فلحد دلوقتي ما يعني في الحاجات اللي هي مسموح فيها الانتقال مش لاقيين الكلام ده. مش لاقي يقولوا عليها ايه، مش لاقي اللي انت محتاجه اعلى كتير، فيعمل اضافه قويه مع حمدي الصافي. اللي موجود ممكن يبقى صغير في السن فما ينفعش يتنقل. ممنوع الانتقال فيه، ممنوع الانتقالات فيه. فانا السنه دي يعني زي ما بقول لك انا هدور بقى في الجراب بتاعي. عشان كده ال3 شهور الجايين دول بنقول لكل اللاعبات في الطايره ان عندكم فرصه كبيره طبعا توصلوا تتلعبوا درجه اولى ثانيه مع كابتن حمدي الصافي. كل الفرصه متاحه للجميع، متوقفه على اللعيبه. على اللعيبه طبعا. المنافسات بتكون كتير بين العربيه والافريقيه والدوري المحلي. شايف الدوري المحلي في مصر مين بينافس كابتن حمدي الصافي؟ لا الصراحه بامانه لا، الدوري اتطور السنين اللي فاتت. دي حقيقه. الزمالك داخل بقوه جدا، بنى فرقه واشترى فرقه، يعني اشترى فرقه دجله على شمس على دلفي، لا كونوا فرقه كويسه جدا من اللاعبات دي، من اللاعبات ديت. وبالاضافه ان هم ابتدوا يستعينوا بمحترفات، السياسه دخلت عندهم السنه بمحترفات، لا داخلين بقوه. السنه اللي فاتت واخدين تاني، لحد ما لعبتهم الدور الثاني كانوا حظوظهم موجوده في الدوري. الماتش الدور الثاني اللي انا كسبته فيه خلص على اماله. فطبعا سبورتنج بيتطور جدا، بيدعم الشمس، بيعتمد على ناشئاته بيدعم. لا بقى في زمان ما كانش كان نادي 2، لا دلوقتي داخل الصيد عنده مجموعه من الناشئات عاملين فرقه صغيره في السن كويسه جدا. لا في 5 6 فرق بقوا مستواهم بيتطور، يعني وبيشاركوا في عرب كل الفرق. خبرات عاليه جدا بالنسبه لهم طبعا تديهم. طبعا كمان موسم 2 الناس دي هتضايقك طبعا. بص هقول لك مين الفرقه المصريه اللي انت كابتن حمدي الصافي مش بيعمل لها حساب، لكن لاعيبتها فعلا لعيبه لو عندها خبرات تقدر تنافس على المستوى العربي او المستوى الافريقي. غير النادي الاهلي. غير النادي الاهلي بصراحه. الشمس، الصيد. هو الشمس كان موجود في فتره، كان عنده لحد العناصر من سنتين كده، بس حصل شويه ناس سافرت للدراسه وناس انتقلت لانديه اخرى وكده، فالكوكتيل ده اتفرق. ففي حالتهم في الفتره دي كان ممكن، بس هم اتفرقوا دلوقتي. فمدخلين عناصر شابه برضو، والحقيقه تهاني توصل عامله شغل معاهم كويس قوي، انا بحييها. زميلتي طبعا طبعا مدربه محترمه جدا وبحترمها جدا، عامله شغل كويس جدا مع نادي الشمس، وبتدعم بناشئات نفس المدرسه برضو، نفس الفكر، بتدخل ناشئات وكده. فالحقيقه محتاجه وقت، بس محتاجه وقت عشان يظهر شغلها. حمدي الصافي اختار تدريب البنات مع انه كان اعظم ضارب. ما اخترتش حلوه. ليه ما اخترتش؟ هو بص، موضوع البنات ده جه بالصدفه البحته. انا كنت مع نادي الجيش بعد ما بطلت، مرنت مع نادي الجيش مع كابتن احمد زكريا مدرب عام، وكنت مدرب عام في منتخب مصر. كابتن جمعة بحميد الله يرحمه كلمني قال لي انا عاوز بقى ترجع النادي وتشتغل معايا، وايدينا في ايدين بعض ونبتدي. الحقيقه الفكره يعني عجبتني، وانا كنت بحب كابتن جمعة الحقيقه على المستوى الشخصي، فقلت قلت اجرب معاه الموسم ده، وتجربه جديده وكده، واستشرت كذا حد قال لي لا خش وتواجد وتواجد والنادي الاهلي بيتك وكده. فالحقيقه كان نفسي يعني، كان بقالي موسمين بعيد عن النادي الاهلي، فكان نفسي ان انا يعني بتحن برضه بيتي وولادي في النادي الاهلي، فهي دي اللي ساعدت ان انا ارجع، والحمد لله العمليه دارت ومشت يعني. حمدي صافي ما بيحلمش بتدريب الولاد الرجال يعني بصراحه. بص بصراحه والله العظيم ما فرق خالص. مش شرط في النادي الاهلي، عشان عارف ميدو صبحي حبيبك، مش فارقه خالص والله. موضوع مش فارقه معاك طالما انت بتحقق بطولات وانجازات، مش فارقه يعني. لو كابتن حمدي صافي جاله عقد خارج النادي الاهلي او في النادي الاهلي ايا كان، طبعا تاني كل احترامنا لكابتن ميدو صبحي، احنا بنتكلم مع كابتن حمدي على تدريب الرجال اللي هو الكارير، بس تغيير الكارير. تغيير الكارير بس. لو جالك عقد وشفت ان هو مناسب، كابتن حمدي صافي ممكن يمرن رجال، ممكن لو في حاله واحده، لو انا حسيت ان انا خلاص مش هقدر اضيف للفرقه بتاعتي حاجه ثانيه يعني، او طموحي معاهم، او ان انا اقصى حاجه اقدر اعملها معاهم اتعملت خلاص. عاجبني قوي عشان انت اتربيت في النادي، فقلت لو جبت اقصى حاجه خلاص انا اللي هقول شكرا، وابتدي اشوف يعني حاجه ثانيه، وجهه ثانيه مختلفه. طبعا ده في دماغي جدا، ان انا اول ما احس ان خلاص انا مش قادر اضيف لهم حاجه ثانيه خلاص. مش هتستنى حد يقول لك شكرا. لا خالص. زي انت لعيب بالظبط. طبعا نفس التربيه وهي نفس كل حاجه، ودي احلى حاجه فيك. قول لي، شايف الاختلاف بين التدريب للرجال والسيدات ايه المختلف فيه؟ مش يعني هو السيدات والبنات داخل فيها حته نفسيه شويه، بيبقى عمليه نفسيه شويه معاهم، بس نفس نوعيه التدريبات ونفس القوه ونفس مع طبعا فرق القوه، الاوزان والاحمال. لا بياخدوا احمال عاليه برضو فرقه البنات، وكل حاجه بيتمرنوا والله بنفس القوه يعني، بس هي فرق ان البنات داخل معاهم الحته النفسيه شويه يعني، التدريب داخل معاه حته نفسيه عاليه قوي، حته نفسيه. خلينا بقى نروح للاحمال، دايما انت جبت الاحمال طبعا، انت معاك جهاز معاون ما شاء الله. طبعا هو نفس الجهاز السنه دي، هو نفس الجهاز اللي معايا من 5 سنين، ما اختلفش، بس بيدخل عليه يعني بتدخل اضافات. ضفت حد السنه دي في الجهاز؟ لا السنه دي نفس الجهاز يعني. نفس الجهاز. قول لي وجه التعاون بينك وبين الجهاز بتاعك. الحقيقه كلنا يعني بنتعامل كاسره حتى يعني، مش موضوع مدربين وكلام، لا احنا مع بعض فاميلي قوي، كلنا بنكمل بعض، كل واحد واخد الحته بتاعته، وليه حريه شخصيه في التعامل في الحته بتاعته. طبعا بس تحت التعاون بينا والكلام بينا، بنتفق وبس، بتسيب في الاخر ان كل واحد يبدع في الحته بتاعته، دي مهمه جدا. مش بتتدخل دايركت في شغل مثلا مدرب الاحمال، ولا بتقعد تتفاهم معاها؟ دكتوره رانيا اعتقد مظبوط، بتقعد تتفاهم معاها انت عايز ايه، فهي بتوصلك اللي انت عايزه. كابتن رانيا فاهمه جدا في الحته دي، وعامله دكتوراه في الموضوع دوت، شغاله فيها دلوقتي. شخصيه محترمه جدا، اخت كبيره للبنات كلهم، فاهمه جدا في شغلها. قبل ما هي بتعمل حاجه بنبقى احنا متفقين، بنبقى بنتكلم مع بعض الفتره دي يا رانيا احنا هنشتغل ايه، ايه رايك نزود ايه، رايك نعمل ايه، بيبقى في تعاون كبير بينا، فبيبقى الموضوع منتهي يعني، بيبقى موضوع سهل بالنسبه لك. طبعا كابتن حمدي الصافي وهو في جوه داخل بطولات، اكيد ربنا يبعد عن كل اللعيبه الاصابات. انا وانا لعيب بتصاب، يجي المدرب يقول لك ده لازم يلعب. كابتن حمدي الصافي من النوعيه دي، لازم لعيب يلعب، ولا لو اصابه ما تقدرش لا خالص، وحصلت كذا مره مع آية الشامي كانت بتبقى مصابه في ماتشات مهمه، لا بنريحها للاهم. يعني كان عندنا السنه دي كانت آية الشامي مصابه في اهم مباريات في الدوري، يعني بعد ماتش الزمالك اتصابت الدور الاول كله، ما لعبتش سبورتنج، ما لعبتش الصيد، ما لعبتش الشمس، ماتشات تقيله قوي ما لعبتهاش، والناس اللي شالت والناس كملت عادي بقى، لان احنا كنا باصين ان محتاجينها في الافريقيه والعربيه، مش باصين للماتش اللي هو موجود دلوقتي ونخسرها بعد كده. فانت باص دايما ببص لا ببص انا، لا بحب اللعيب يلعب وهو سليم 100%. خلينا نقول مع تطور العصر بقت السوشيال ميديا اساس. كابتن حمدي الصافي علاقته ايه بالسوشيال ميديا؟ بتفرج. يعني ايه بتتفرج؟ يعني بشوف الدنيا عامله ايه، بتفرج طبعا، بخش كل يوم اتفرج الناس بتقول ايه وبتعمل ايه عادي يعني. هذا يؤثر على كابتن حمدي الصافي في التعامل في الناحيه الفنيه مع اي لعيبه؟ لو قالوا ان مثلا قال لك ان دي مثلا كابتن تهاني تقصد تلعب، كابتن حمدي الصافي يبص للكلام ده ولا ما يهتمش بيها مثلا يعني، او كابتن أيا الشامي حد من عندنا يعني لو حد اتدخل في شغل يعني في السوشيال ميديا، من السوشيال ميديا او راي، يقول راي فني او الكلام ده، لا ما لا يؤثر، لا خالص، بس ممكن استفاد لو ممكن. انا بشوف لو وجهه نظر سليمه ممكن مع نفسك استفاد منها. ممكن انا مش واخد بالي من حاجه، واحد يكتب حاجه تصدق دي حلوه، ممكن ده ممكن تفكرها فنيا، وفي لو لقيتها ماشيه لو لقيتها كويسه مش عيب، احنا على طول بنتعلم. اكبر نقد لحمدي الصافي وهو مدير فني للنادي الاهلي بعد خساره البطوله العربيه، اتنقدت؟ زعلت عشان خسرت ولا زعلت عشان النقد كان لاذع على كابتن حمدي الصافي؟ انا زعلت طبعا، زعلت عشان خسرت يعني. مش متعودين نخسر يعني، حاجه صعبه جدا. هو انت النادي الاهلي مش متعود يخسر، وحمدي الصافي مش متعود خالص، والفرقه دي بالذات خساراتي معاها قليله جدا، فبيبقى الموضوع صعب جدا. انا زعلت عشان يعني مش عارف، حسيت ان في اوقات بيبقى النقد مش بناء يعني، مش او ما حطش الظروف المحيطه بالفريق في اعتباره. يعني واحد كده جه بص وراح قال كلمتين وراح ماشي. عارف انت، انا هقول لك الصراحه، عارف انت تعبت كتير وعملت بطولات كتير وفجاه مع اول مطب يتنسى كل ده، بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم يعني لما نخسر ماتش تقول للجماهير ايه لما يخسروا ماتش، مع ان النادي الاهلي جماهيره مش عايز يخسر ولا مباراه، بس تقول لهم ايه؟ بص صراحه بامانه في الرياضه بصفه عامه، مش لازم في الكوره، فرق النادي الاهلي لما بتخسر بيبقى غصب عنها بامانه، بصراحة كده، ما بيبقاش بمزاجهم. هل هرجعك بيبقى في تقصير معين او حاجه معينه او عدم اكتمال فريق او في قصور مراكز معينه مش كامله، لازم هتلاقي سبب. طول ما فرقه الاهلي موجوده وكامله ما بيبقى الموضوع صعب ان هي تخسر. هرجعك وانت لعيب، لان دايما بحس في النقد بتاع السوشيال ميديا يقول لك اللعيبه دي عايز تخسر، من واقع وانت لعيب، هو في لعيب عايز يخسر؟ لا، بيبقى مثلا مش عاوز يخسر، بيبقى في ظروف حطاه في الموقف ده او مش مخليه مركز. ممكن يبقى زعلان من مدرب، زعلان من اداره نادي، زعلان من حاجه معينه، جاي متضايق من بيته، جاي متضايق من شغله. بس المفروض انت في بطوله على نفسك خلاص. انا بتكلم في بطوله معينه مش موفق، بس انت عامه من اول السيزون مثلا ظروف مضغطاك، مش مخلياك انت، مش لاقي نفسك. الحته النفسيه دي برضو عاليه جدا في الرياضه، يعني مهمه جدا، حته مهمه جدا. فتقول لي جمهور السوشيال ميديا خليكم خفاف شويه عليا في النقد، ولا خليكم خفاف بصفه عامه على لعيبه النادي الاهلي ومديرين الفريق؟ انا ما بزعلش والله العظيم من انت شخصيا؟ انا شخصيا ما بزعلش، بحاول استفاد يعني. اول حاجه فكرت فيها بعد النقد ان انا لازم نكسب البطوله الجايه، عشان الناس دي ما احنا زعلنا الناس ديت، فلازم نحاول نصالحها ببطوله يعني. طب بصراحه برضو معاك انت بعد البطوله الخساره، سيبك احنا بنتكلم عن خساره، لكن ازاي تعاملت على الضغط الموجود على اللاعبات من خلال السوشيال ميديا؟ لان بقى اللاعبات او اللاعبين عندنا في ضغط عليهم جامد جدا ساعات الضغط بتاع السوشيال ميديا ده على اللاعب بيبقى كويس، شايف انت كده؟ ساعات، وساعات لا على الفاضيه والمليانه، ونقد لاذع مش بناء بيبقى وحش، انما لو نقد بناء بيبقى كويس. بيبقى قصدك في وقت الخساره؟ في وقت الخساره، بس ممكن يكون نقد من غير، ما انا بقول لك طريقه النقد، النقد من غير الفاظ، من غير يعني نقد فني. نقد فني، الفرقه وحشه وفلانه لازم تركز وعلان لازم يركز ويبتدي يرجع لمستواه، انت بقى مستواك وحش الفتره دي، كل ده كويس، بيبقى كويس. اللاعب بيسخن وبيغلي، لا ده انا شعبيتي هتقل، انا الناس واخده بالها مني ان انا ما بقتش كويس، لا انا لازم اثبت لهم ان انا كويس، ده كويس. هو لو كان موجود سوشيال ميديا وحمدي الصافي بيلعب كان بقى نجم النجوم اكتر من كده كتير ما شاء الله. الجيل بتاعنا كله الحقيقه الجيل بتاعنا كله اتظلم اتظلم اعلاميا يا كابتن حمدي. احنا حققنا بطولات، انتوا حققتوا تاريخ في النادي الاهلي كتير قوي. هرجعك شويه لورا، وبطولات قويه جدا. نرجع بقى للعيبه بتتذاع دلوقتي، كان موضوع مختلف. زعلان ان السوشيال ميديا ما كانتش موجوده، ولا هو كل واحد بيعمل سلاح ذو حدين زي ما قلت لك؟ يعني احنا كنا بنلعب ساعتها من غير ضغط السوشيال ميديا، بس كان في ضغط جمهور. بس برضو ان انت لما كنت بتخسر بطوله ما كانش فيه زي دلوقتي التفاصيل تبقى موجوده على الهوا. كله طالع كله طالع تفاصيل. ده عمل كام كوره، وده عمل، وكله فاهم دلوقتي. شايف الناس مهتمه قوي بالعاب الصالات بصفه عامه اكتر من زمان؟ طبعا طبعا، ليها جروبات وليها مواقع وليها ناس حافظه الاسماء وحافظه الصفقات وحافظه المدربين وحافظه كل حاجه وحافظه فلوس المدرب وحافظه فلوس اللعيب. لا الحقيقه اتطورت جدا. شايف ان ده من وجهه نظرك؟ طبعا دي حاجه كويسه. السوشيال ميديا قويه ما شاء الله لجماهير النادي الاهلي، لكن جماهير النادي الاهلي جوه المدرج حاجه ثانيه. لا، جماهير النادي الاهلي جوه المدرج طالما تواجد انسى يدي رقم واحد دايما في الرياضه في النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي، فبيدي حماس و روح للملعب كلها. طبعا انت بتعمل شغلك وجمهورك معاك في الملعب، الموضوع خلص. الموضوع بتبقى مطمن بنسبه اكتر من 95% ان انت تحقق بطوله طالما عملت شغلك كويس في الملعب بتاعك، جهزت فرقتك كويس، مجهز التيم بتاعك ومجهزه تمام التمام، معاك جمهورك في ظهرك، خلصت العمليه. ما ينفعش تخسر. جمهور النادي الاهلي جمهور ملتزم جدا قوي، بس في قله هي اللي بتعكر صف دخول الجماهير. تقول لهم يا كابتن حمدي بصراحه لا احنا محتاجينهم بقى، احنا وحشونا بامانه بقى، يعني بامانه بقى الواحد نفسه الملاعب كلها تبقى مليانه. ليه ما نلعبش ماتش في الدوري في صاله النادي الاهلي فيه 5-6 آلاف متفرج في الصاله؟ في فريق الولاد برضو يلعب كده 5-6. يعني الجمهور عاوز يروح على فكره. يعني الناس كلها بتكلمنا على طبعا على النت، عاوزين نيجي وافتحوا لنا واعملوا، بس في ظل الظروف اللي احنا فيها دي لازم الامور تهدى. خلي بالك ان هي الموضوع، بس المشكله كلها ان هي بيحصل فيه شويه تطاول او شويه كلام من الجمهور، وانا شايف ان ده قله في جمهور النادي الاهلي. الجمهور الاهلي 60-70 مليون، لكن في قله بتخش الملعب. لو قدروا نخف من القله دي اعتقد الدنيا هتختلف معانا. ما احنا بنقول دايما لازم اللي يغلط يتحاسب، خلاص بقى مفيش هزار. كلنا كله لاعب مدرب جمهور، يبقى في نظام وقانون، اللي يغلط يتحاسب خلاص زي اوروبا كده. الملعب مليان، حد ينزل ملعب بيتاخد على بره خلاص بيتحاسب، معروف عقابه ايه. عندنا برضو لازم كده، مره في الثانيه في الثالثه خلاص ما حدش هيغلط. شايف كده؟ خلاص يبقى ما نظلمش بقى ال 90-95% اللي عاوزين يتبسطوا ونفسهم يحضروا الماتشات بسبب ال 5% او 3-4% اللي بيبوظوا الدنيا. يعني شايف من وجهه نظرك ان كل واحد يكون عارف دوره ايه؟ طبعا. الجمهور جمهور، واللاعب لاعب، والمدرب مدرب، ومجلس اداره مجلس اداره. اكيد طبعا. لو كل واحد عرف دوره اعتقد المنظومه هتسير على نجاح. يا رب نتمنى من الجماهير، نتمنى لهم بجد وجودهم. صدقوني انا وانا لعيب كنت اتمنى الجمهور العظيم ده يكون موجود، لكن كل المدربين وكلهم يعني اخواتي واصحابي وكده بيتمنوا رجوع الجماهير. نتمنى من جماهير النادي الاهلي فعلا تخش النادي وتخش كل مكان وتلتزم بالتشجيع لنادينا بس فقط لا غير، مالناش دعوه باي حد تاني. واعتقد ان اي حد عشان احنا ابطال دايما بيبص لنا بصه شويه لفوق. احنا دي طبيعه النادي الاهلي، وهي دي روح النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. كابتن حمدي، سر نجاحك في الحياه الرياضيه من لاعب لمدرب فيها سر نجاح اكيد اسرار بقى داخليه لازم اعرف. لا والله مش مساله. انا طول عمري ملتزم، يعني في انا عارف في التدريبات بتاعتي، في مواعيدي، في الكلام ده، ما بزوخش من التدريبات بحب التدريب. حتى وانا دي اتنقلت لي وانا مدرب، بقيت احب التدريب، بحب الالتزام جدا، بزعل من اللعيب اللي مش ملتزم. هم عارفين، يعني حتى لما حد بيبقى كده بيبقى عارفين، بياخد الوش على طول. هي اهم حاجه عندي الالتزام في التمرين، دي مهمه جدا، لان هو ده اللي هيخلي بعد كده اللعيب يبقى واقف على رجله. التمرين هو اللي هيحصل في التمرين هو اللي هيحصل في الماتش على طول. مفاهيمهم كده. عايز ارجعك من زمان قوي. كابتن حمدي الصافي دخلت الكره الطايره ازاي؟ والله بالصدفه، دوري المدارس في نادي سموحه. دوري المدارس البدايه من دوري المدارس، وانا صغير كنت طبعا طويل شويه وكده، فكنت بشارك في اي حاجه في دوري المدارس، هاندبول، ابتديت هاندبول قبل الطايره، باسكت، كنت لعيب هاندبول قوه. الحمد لله عشان كان اشرف عبد السلام اسمه العبوس. والله لعبت كل حاجه، لعبت كل الالعاب، بس الحقيقه كان حظي بقى في الكره الطايره. مدربي في نادي اسمه حسام محرم هو شافني في دوري المدارس وقال لي تيجي سموحه وكده وتلعب معانا، قلت له ماشي، ورحت بقى النادي واتمرنت معاهم وانضميت للفريق ساعتها. وانضميت. كابتن حمدي الصافي لعب فولي بول على البحر زي كل الناس ما بتلعب، ولا كان بدايته جوه دوري المدارس بس؟ لا، في البحر بقى كان الاسكندرانيه بقى الراكت والكره الخماسيه والحاجات دي كانت طبعا طبيعي جدا، اي اسكندراني لازم يلعب على الشط راكت، الكره القدم والكلام ده، كنا واحنا صغيرين شغالين الحاجات دي على طول. شغال على طول. طبعا. كابتن حمدي الصافي لما دخل اول يوم دخل في النادي الاهلي تفتكره؟ اول يوم؟ اول يوم بقى. أنا دخلت النادي الأهلي طبعًا قبل ما انضم للنادي الأهلي، دخلت كلاعب مع نادي سموحة. لا، أنا عايزك أول يوم بقى انتقلت فيه للنادي الأهلي رسميًا. طبعًا فاكره، طبعًا فاكره. طبعًا. إيه اللي حصل؟ الصفقة دي كانت هتبوظ صح؟ كتير باظت. وبص أصل أنا كنت لعيب ساعتها. أنا هقول لك السر لأول مرة. يعني قول لي بقى. الورقة اتكتب فيها نادي الزمالك. على طول. على طول، الاستغنى اتكتبت ونادي الزمالك. حمدي الصافي اللي غير اتجاه؟ رأيه. حمدي الصافي، وبرضه مش هغفل دور مجدي بيبو. كابتن مجدي الاداري بتاعك. الاداري كان ليه دور كبير، لان الصفقه خلاص كانت اتجهت لنادي الزمالك، وهو قدر في الوقت دوت في الكواليس دي يقدر يوصل لي وعمل كونتاكت مع الله يرحمه المرحوم عاطف رزق، وكابتن فؤاد عبد السلام كان ساعتها برضه كان مدير الفني، وحصل بقى وايه اللي حصل، وكلموني كنا احنا متفقين اهلي ومش عارف ايه، فحصل في الكواليس كلام، قلت لهم لا طبعا انا عاوز النادي الاهلي، بس مجلس اداره كان اخذ موافقه بالزمالك عشان هو علق في السعر وكده، قلت لهم بس انا عاوز الاهلي ومصمم وانا اهلاوي وعيلتي اهلاويه وما ينفعش عارف ايه، قالوا لي هتقول الكلام ده قدام مجلس اداره؟ قلت لهم اتحركوا لمجلس الاداره كان قرار الاستغناء طلع ورجع مجلس الاداره تاني وغير. دخلت مجلس اداره في نادي سموحه، قالوا لي انت عاوز اهلي ولا زمالك؟ قلت لهم اهلي طبعا، انا اهلاوي وعيلتي اهلاويه وما ينفعش. اهلاوي ولا استغرار؟ انا حابب الاهلي، انا عيلتي اهلاويه وكده وبشجع الاهلي، ما ينفعش يعني عاوز العب في الاهلي. مش هعرف. مش هعرف. فالمجلس اجتمع تاني واخدوا قرار، بس زودوا نفس السعر اللي دفعه الزمالك يعني هو كان فرق السعر، بس النادي الاهلي دفع فعلا نفس القيمه اللي كان النادي الزمالك دفع، ورغبه اللاعب هي اللي فرقت في الاخر. تعالى بقى دخلت النادي، يلا اول يوم. اول يوم طبعا داخل مع كابتن مجدي بيبو، الاقي في وشي عماد فاروق كان طبعا احسن لاعب في افريقيا ساعتها. كنتوا لعبتوا منتخب مصر مع بعض؟ لا، كنا لعبنا. كنت لعبت معاه؟ كويس. يوميا كان هاني تقريبا، مسلحي، ماجد مصطفى، كل دول قابلتهم. كنت اول مره اخش. هشام صالح، هشام صلاح، كان دي المجموعه اللي كانت موجوده يوميها، وطبعا هنوني ومبروك وكده وان شاء الله تبقى اضافه لينا يعني الناس كانت بتحبني الحقيقه قبل ما اجي الاهلي يعني. عشان انت كنت ملتزم؟ عشان انا كنت صاحبهم في المنتخب، وعارفين يعني عارفين ان انا مستوى كويس، وعارفين ان انا اخلاقيا كويس، وعارفين يعني حبوني. عارف لما يبقى لعيب معاك من منتخب بره اهلي، انا كنت الوحيد اللي بره اهلي وزمالك تقريبا، ما شاء الله، انا ولاعب تاني من اسكندريه. فكان طبعا يعني مجموعه الاهلي كانت حباني يعني. كانوا اكتر في منتخب مصر اعتقد. لا، كان ساعتها العمليه متوازنه يعني، متوازنه بين الاهلي والزمالك. لما دخل كابتن حمدي الصافي وبدا يتعايش جوه النادي الاهلي، ايه اللي اضافه النادي الاهلي لكابتن حمدي الصافي؟ لا طبعا اضاف لي كتير، طبعا اتعلمت الالتزام جدا يعني. انا بطبيعتي انا ملتزم، بس الحاجات بقى يعني التزام قوي بقى، احترافيه شويه في يعني. طبعا كنت في سموحه طبعا الامور ما كانتش زي الاهلي طبعا، اكيد منافسه على البطولات، روح اللي زي ما بيقولوا عليها روح الفانيلا الحمراء زي ما بيقولوا عليها. لا كل الحاجات دي اكتسبتها. الاداره بتاعتنا بقى على مدار تاريخك بقى، لما يبقى صالح سليم وكابتن حسن حمدي كله رؤساء النادي الاهلي اللي جم محترمين. بتعلم بقى من المواقف بتاعتهم، بتعلم من قراراتهم، بتعلم من القرارات اللي بتطلع والحاجات دي، كل دي بتاثر في شخصيه اللعيبه اللي في النادي الاهلي. معلش هرجعك برضه، خلينا واحنا لعيب. كابتن صالح سليم قابلته في اي حاجه قابلته فيها، مكسب بطوله، خساره، ايه؟ لا ما كانش مكسب بطوله. هو الحقيقه هو انا قومته من النوم ونزل لي 7 الصبح النادي. كنت المفروض السنه دي كنت محترف في النادي الاهلي جده السعودي. وطبعا عارفين العلاقات بين الاهلي المصري والاهلي السعودي علاقات طيبه جدا، وكنت المفروض في منافسه برضو بين الهلال السعودي والاهلي السعودي ان انا لعبت موسمين تمام، فان انا اروح لواحد فيهم طبعا ما ينفعش اللاعب الاهلي المصري يروح الهلال، والعلاقات بين الاهلي السعودي والاهلي المصري كانت قويه جدا دي حقيقه، ويعني علاقات تاريخيه بينا دي حقيقه. فهو نزل يوميها وطلبني وقابلني وقال لي انت هتروح الاهلي جده، وده طبعا احنا علاقاتنا كويسه جدا مع الناس هناك وعلاقات تاريخيه بين الناديين، ولازم طبعا تشرفنا هناك وتأدي اداء حسن والتزام، وانت عارف بقى التوصيات دي المره الوحيده اللي قابلته يعني فيس تو فيس في موضوع يعني مشترك لكن الباقي كله كان في الباقي كله في الفريق وكده مع الفرقه بتاعته. حمدي الصافي ايه اعز لقب شخصي لحمدي الصافي في حياته؟ هو انا لاعب، هو لاعب طبعا، لا لاعب، احنا خلينا مدرب، واحنا لعيبه البحر المتوسط، بطوله البحر المتوسط كلاعب لان البطوله كانت قويه جدا وغيرت في يعني نقلت الفولي نقله كبيره بعد البطوله دي. كسبتوا اسبانيا في الفاينل؟ اسبانيا في وسط جمهورها، كانت اسبانيا ساعتها في الفاينل بتاع اوروبا، قبلها كانت لعبه الفاينل بتاع اوروبا وصلت نهائي، وجت بعد كده هتلاعبنا في نهائي البحر المتوسط ده 2005 الماليه بكامل نجومها ب 10000 متفرج، كسبناها 3-2 واحنا فرقه اصلا كل الناس قالت هتطلعوا الدور الاول برضه كل ماتش بيعدي كانوا هيحجزوا لنا التذاكر، ايه النظام عشان هنحجز التذاكر عشان نرجع، فاكر؟ انا فاكر البطوله دي كويس جدا، كل ماتش يقولوا لنا هنحجز التذاكر وهترجعوا مصر ولا ايه؟ انهم كاسبين، دي حقيقه التذاكر لحد ما وصلنا نهائي، وصلنا نهائي بقى كله قال لك خلاص بقى ومش عارف ايه، واللعيبه فكت وخلاص بقى عملنا، رحت انا نازل لامم اللعيبه من اللي بيتمشى هنا واللي بيعمل هنا، اللعيبه كلها فاكره الكلام ده، انا فاكر طبعا ما ينفعش احنا ممكن نكسب، واتكلمنا معاهم ودي فرصه ذهبيه وفرصه ليكوا تحترفوا، الحمد لله الكلام اتحقق كله. بعدها عبد الله ايطاليا واحمد ما شاء الله احتراف، كل الفرق بدات السكه تفتح قدامكم كاحتراف طبعا. دي ميداليه ذهبيه مع منتخب مصر تمام، لقب شخصي احسن ضارب احسن معد احسن لاعب ما شاء الله كتير، واحسن ارسال واحسن حائط صد صح كده، واحسن عندك القاب كتيره، بس في لقب حمدي الصافي بيعتز بيه مع نفسه، لما يبص كده في البيت في الدولاب الميداليات بيشاور على اللقب ده ويكون مبسوط منه. بص يعني الحقيقه الالقاب كتيره، بس في بطوله كانت قويه جدا كانت في ساحل العاج، بطوله افريقيه ابطال دوري الحقيقه فريق النجم سعيد التونسي كان عامل تدعيمات رهيبه، فرقه شومه ما ينفعش تكسبها فرقه لعيب روسي طوله 2 متر وشافه 10 ولا ايه ولا على احسن لعيب في نيجيريا في افريقيا ساعتها، كان ضارب قوي جدا مع منتخب تونس، مع الموضوع كان صعب جدا بس ربنا وفقنا وكسبنا البطوله دي، عملنا بطوله كويسه جدا واخدت فيها احسن لاعب، دي من احسن البطولات اللي افتكرها يعني. احسن لاعب في البطوله كلها، احسن لاعب احسن لاعب هي الجائزه الاقوى لحمدي صافي ولا احسن ضارب واحسن؟ لا احسن لاعب ده بيبقى اللي هو سوبر ستار، ايوه بيبقى في كل المهارات، في ما شاء الله بيبقى مؤثر في كل المهارات فدي كانت البطوله. طب خلينا من اللعيبه بقى وبطولات مع النادي الاهلي وانت مدرب، ايه اللقب اللي لما كابتن حمدي شرف على الكاس بتاعه وكان سعيد جدا بيه؟ طبعا البطولات كلها بتاعت الاهلي اللي حققتها 16 بطوله عزاز عليا، بس في بطوله اللي خدناها في تونس في 2015 تقريبا 2015 لما كسبنا الترجي هنا قرطاج 3-2، وكان على ارض قرطاج وسط جمهورهم، ويوميها الصبح ما اتمرناش، القصه الشهيره بتاعت الجراج اتمرنا في الجراج قعدنا نلف ساعتين على الملاعب ما فيش ولا ملعب عايز يستقبلنا، ويعني كانت البطوله دي تحدي كبير جدا. ليه دايما في مناوشات بين مصر وتونس في الرياضه المصريه، في الرياضه بصفه عامه؟ لا اعلى فرقتين وتنافس في كل الالعاب خاصه يعني في الهاندبول هتلاقيهم هم متنافسين، في الطايره في الكوره طبعا في تنافس، بس في فرق ثانيه، بس دايما في الالعاب الصالات في مناوشات بين مصر وتونس، في مناوشات كتير بس تنافس شريف الحقيقه. دي ما اكيد انت كل اصحابك من التوانسه اكيد بتعرفوا لغايه وقتنا هذا. لو رجعنا للعيبه واللاعبات عفوا في النادي الاهلي، معاك علاقه حمدي الصافي بلاعبات النادي الاهلي؟ علاقه كويسه جدا، اخ ليهم كبير، بحاول على قد ما اقدر نفيدهم من خبراتي دايما. دايما اللاعبات طبعا من كتر البطولات وكتر الضغط وكتر التعب وكده بيجي لهم فترات شويه، انت عارف اللعيب بيجي له فترات شويه يفك شويه. بحاول على قد ما اقدر اجتمع بيهم واكلمهم واديهم من خبراتي والاحداث اللي مريت بيها طول حياتي، وبديهم مواقف حصلت زي اللي هم بيمروا بيها، ودايما بتبقى مؤثره جدا معاهم الحقيقه. يعني بتتفرج عليها وانت مبسوط والصوره قدامك دلوقتي على الشاشه جدا. طبعا دي اخر لقب احرزته مع النادي الاهلي، مظبوط؟ ده بطوله افريقيا الاخيره. الحقيقه الصوره ديت كمان نزلت في مجله النادي الاهلي في الصفحه الاولى. كانت صوره محتفظ بيها لحد دلوقتي الحقيقه. دي حاجه بالنسبه صوره جميله جدا. كابتن النادي الاهلي كابتن آلاء سامح، الدكتور عمرو علواني، كابتن محمود الخطيب، رئيس الاتحاد الافريقي، كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الاهلي والرمز التاريخي للنادي الاهلي طبعا. فصوره كانت مميزه جدا الحقيقه، يعني تتحط في الالبوم بتاعي. طب لو بدات ما شاء الله في البوم كبير لكابتن حمدي الصافي، صور كتيره، صور عزيزه عند كابتن حمدي الصافي غير الصوره دي؟ لا طبعا اهم حاجه طبعا في الالبوم طبعا يبقى صور ولادي صور العيله الولاد طبعا الحقيقه، طبعا دي اهم صور في حياتي يعني. رحاب الغنام وكابتن حمدي الصافي علاقه زوجيه بقى لها كام سنه؟ ما شاء الله ما شاء الله صح، بلاش نقول هنقول. ملعب الطايره وملعب الباسكت جنب بعض، مين اللي راح لمين؟ كابتن حمدي الصافي اكيد طبعا. رحت كنت بتقعد تتفرج عليها ولا كان ايه بالظبط؟ طبعا انا كنت عارفها وكنت بشوفها في النادي وكده بس هو اتقابلنا صدفه في بطوله في اسكندريه. كان دايما في بطوله خيريه النادي الاهلي بيروحها في اسكندريه في نادي سبورتنج، وانا كنت ضيف شرف فيها واتقابلنا في البطوله ديت وكانت البدايه وكان حصل نصيب يعني وحصل نصيب ساعتها. خلينا مش ناخدش في التفاصيل، لكن خلينا نقول باسكت وطايره، انتوا الاثنين في البيت، قول لي كيفيه التعامل جوه البيت الرياضي العظيم ده؟ لا طبعا بيبقى كلام كتير في الرياضه، متابعين كل الاحداث الرياضيه، بنتابع اولادنا كلهم بيلعبوا في النادي الاهلي. بس في حاجه انا اسف كابتن حمدي قطع، خلي بالكم كابتن حمدي الغنام كمان عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله، هي كانت لعيبه النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي، ما شاء الله بيت كله القاب رياضيه من اسر رياضيه، حاجه جميله حاجه مشرفه، انا فعلا سعيد بالاثنين. اتفضل يا كابتن حمدي. الله يخليك. طبعا بنتكلم على اولادنا وبنتابعهم في تدريباتهم ماتشاتهم. لا يعني الرياضه واخده حيز كبير من حياتنا اكيد. بس احنا قبل كده ذكرنا ان البيت ما شاء الله رياضي، لكن انت قدرت تحط سيطرتك على البيت كله كلهم راحوا كله. هو انا كنت بعمل ايه؟ الولاد كنت بجرجرهم معايا في البطولات في الكلام ده، عشان لما يجوا يختاروا يبقى ميالين اكتر للكره الطايره. عملوا كده؟ ما قفلتش عليك من الاخر في مره قلت لك سيب حد يلعب باسكت؟ هي حاولت مع حمزه شويه ونور شويه بس ما شالتش. قول لي بتديك سبورت ازاي؟ مش هقول في الخساره لكن في المكسب اكيد بتكلمك يوميا والبطولات وكده، وبطولات شده بتحكي لك بقى مشاكل البيت ولا بتنحي؟ لا هي الحقيقه طبعا بتشيل. طبعا اشكرها طبعا جدا، وقوفها معايا في خلال فتره لعبي وفتره تدريب. يعني احنا اتجوزنا في خلاص بقى، قلنا مش هنقول عشان ما نبقاش بتاع من وقت ما اتجوزنا هم قالوا، كانت قلقه ان حمدي الصافي قدامه سنتين ثلاثه ويبطل وكده. لعبت بعدها 11 سنه، لعبت 11 سنه، هي كانت سند ليا وواقفه في ظهري وما زالت الحمد لله. ربنا يخليها لك. هي فعلا كابتن حمدي الغنام حاجه مشرفه وحاجه جميله، وانا فعلا بقولها لك تاني فرحان بيهم جدا. الصوره دي اسره كابتن حمدي الصافي، كابتن حمدي الغنام وحمزه والجميله ملك نور عفوا، وده يوسف حمدي الصافي. ان شاء الله باذن الله يطلع احسن من حمدي الصافي يا رب. ان شاء الله تتمنى هذا اكيد طبعا. ماشي ازاي في النادي الاهلي؟ لا ماشي كويس، بيتمرن مع فريق الدرجه الاولى، شارك في بطوله افريقيا اللي قبل اللي فاتت معاهم، اللي فاتت دي ما شاركش بس متواجد معاهم في الدوري والكاس، ماشي بخطى ثابته يعني الحمد لله. وكابتن ميدو الحقيقه مهتم بيه جدا وبيحفزه وبيساعده، وان شاء الله باذن الله. يعني هو عنده بطوله العالم في الشهر الجاي مع منتخب مصر للشباب، فباذن الله يعني ربنا يكرمه ويبقى نجم في النادي الاهلي كبير، يحقق انتصارات للنادي الاهلي يا رب باذن الله. كابتن حمدي الصافي كولي امر بيشوف ابنه كولي امر، مش مدير فني في النادي الاهلي. ممكن تتكلم مع كابتن ميدو مسلحي في حاجه فنيه بالنسبه له ولا سايبه مالكش دعوه بيه خالص؟ اصل انا بص انا مدير فني وعارف عارف احساس عارف دايما احساس الاب بيغلب مع اي حد بيبقى مع ابنه عاوزه احسن حاجه في الدنيا، وعمره ما يعني مش هيغلط ابنه او مش دايما هيلتمس العذر لابنه، هيجي جنب مع ابنه مش هيجي على المدير الفني، مش هيجي على طبيعي، مش هيجي مع مش هيجي عفوا على ابنه. طبعا دي طبيعي، دي طبيعه غريزه بني ادم طبعا مع ابنه وعاوز يساعده وعاوز يعمل. فانا دايما بحاول ان انا اتكلم مع يوسف، ما بحاولش ان انا حتى يعني ما بخشلوش تدريب كتير، ماتشاته بتفرج على ماتشاته بس الماتشات المهمه اللي بقدر اتفرج عليها عشان برضه شغلي وكده، بس ما بحاولش طبعا اتدخل في اي حاجه مع كابتن مسلحي ده. انا بقى كل فتره ايه الاخبار، عامل معاك ايه، ايه اكسر دماغه والكلام. لو ضايق ميدو مسلحي هتكسر دماغه في البيت. طبعا على طول طبعا. طب لما تيجي تاخده كده في البيت وهو نجم كبير وما شاء الله، خلي بالك يوسف حمدي الصافي فعلا من اللعيبه اللي ليهم مستقبل ان شاء الله باذن الله، نتمنى له باذن الله يطلع احسن من كابتن حمدي، بس هو فعلا لعيب طالع بسرعه الصاروخ، ربنا يكرمه باذن الله ويستمر في النادي الاهلي. كابتن حمدي لما يشوف غلط فني، شوطه، ديفنس، تقول له ايه جوه البيت، تقعد تتكلم معاه وتوريها له. طبعا بنتكلم، يعني تقعد بنتكلم. لما بروح اتفرج عليه، انت كنت واقف غلط في الكره ديت، الاستقبال اشتغل فيه كده احسن. بنتكلم اكيد طبعا، بنتكلم معاه. حمزه، حمزه تشجيع بقى، حماس اكتر. حمزه ما شاء الله برده هيطلع لعيب كويس قوي، حماسي كمان قوي. هو غير يوسف من ناحيه ايه؟ من ناحيه الحماس، يعني يوسف اهدى شويه، يوسف اتقل، زي كده زي بالظبط. ايوه حمزه حماسي شويه. ليه لعيبه الفولي بول في كل على مدار العصور، لعيبه هاندبول انت عارف طبعا، هيصه، كل بتوع الهاندبول ليهم هيصه مختلفه، بتوع الفولي دايما الدنيا عندهم اهدى كتير. اشمعنى؟ بص برضه اقول لك ليه، عشان لعبتنا برضه ما فيهاش احتكاك، فبيبقى التشجيع ما فيهاش عنف، فبيبقى التشجيع مع نفسك، بتشجع نفسك، تشجع زميلك، مش عارف ايه. الاحتكاك بتاعكم ده بيعمل بيخليكم مقفرين بيخليكم مقفرين. شايف ان دي اصعب حاجه في الالعاب الجماعيه الهاندبول؟ بس الحقيقه لما بتفرج بشفق عليكم، بالذات في تعليق الكتف وحاجه، يعني لا في حركات ممكن اصابات قويه جدا. عشان الملعب ملعبي. وبتكلم في الهاندبول، مين اللعيبه اللي فعلا حمدي الصافي كان بيحب يتفرج عليهم في الهاندبول؟ زمان لا طبعا الجيل بتاعنا كله. انا عارف انت كنت دايما في الملاعب. هو بس في يعني في حاجه مهمه لازم اقولها، ان كان الاجيال دي زمان كنا احنا لازم نروح نتفرج على حمدي الصافي وميدو صبحي وكريم وكل الناس، الاجيال اللي قدامنا وبتوع الباسكت نفس الكلام، كلنا قاعدين في النادي عاملين نلف على الملاعب نتفرج على الماتشات بتاعتنا كلها. قول لي كان بيعجبك مين بصراحه؟ طبعا الجيل بتاعنا كله سامح ابو وارث واشرف عواد وجوهر، وطبعا انت في حراسه المرمى ما شاء الله عليك. الله يكرمك. انا فاكر لك بطوله عالم كنت عاملها حكايه الحقيقه، ما شاء الله الحمد لله يا رب. من الزمالك كان في العطار وحسام غريب وايمن صلاح. لا الحقيقه الجيل كله فظيع، وكان من سموحه اسر القصبي وفاكر طبعا نفس الجيل بتاع طبعا طبعا الا اسكندريه، حتى اسكندريه. لا الحقيقه جيل عظيم. الباسكت كان مين تحب تتفرج عليه برضه في الباسكت؟ في الباسكت زمان ولا دلوقتي برضه؟ لا يعني زمان. يعني بص انا في الباسكت زمان، يعني زمان قوي كنت بتابع، يعني اتفرجت شويه على ورده وعمرو ابو الخير اسكندراني طبعا، وحضرت لهم ماتشات في صاله اسكندريه في بطولات افريقيا. طبعا كابتن سلعوه وكابتن خالد بهيت والاهلي طبعا. ودلوقتي؟ طبعا النجم بتاعنا كابتن طارق الغدام، اخو كابتن رحاب الغنام. خلينا نقول لو خرجنا من الرياضه خالص في عجاله، كابتن حمدي الصافي بيحب ايه تاني غير الرياضه؟ بيستمتع بايه؟ موسيقى؟ سفر؟ انا بحب الساحل والسباحه بتحب ده؟ بحب النزول البحر قوي. طب لو ما كانش لعيب كبير في الطايره كنت لعبت سباحه. كنت بحب السباحه جدا والله. كلمه اخيره للاعبات النادي الاهلي قبل بدايه السيزون، تقول لهم ايه عشان نخش والجمهور يتبسط ان شاء الله بالنسبه للعلامه الكامله؟ اللي جاي صعب جدا بالنسبه لكم، لو ما كانش ذهنكم صافي ودماغكم في الكره الطايره، هيبقى صعب ان انتوا تحافظوا على اللي انتوا عملتوه. الجمهور طبعا بيبقى محتاج منكم، ما بيقبلش منكم غير المكسب، فدي ضريبه لازم تضحوا بحاجات كتيره عشان تقدروا تستمروا في المكاسب اللي انتوا بتحققوها. كابتن حمدي الصافي بكون والله سعيد وانت معايا، الله يخليك يا كابتن، وحاجه مشرفه جدا بالنسبه لي اشوفك ما شاء الله في مكسب البطولات، وان شاء الله دولاب البطولات ناخد الاربعه الجايين ونوصل من 16 لرقم 20 باذن الله مع كابتن حمدي الصافي يا رب ان شاء الله. كل الناس طيبه ليك يا كابتن، ونورتنا وشرفتنا. شكرا يا كابتن. في ختام الحلقه فعلا بكون سعيد لما يكون واحد من جيلي متواجد قدامي، لان فعلا زي ما هو قال ان احنا كنا زمان ما كانش عندنا الميديا بالشكل الموجود دلوقتي، لكن هم ما شاء الله عليهم كل الجيل باذن الله نتمنى له كل التوفيق. بتمنى كل المديرين الفنيين في النادي الاهلي التوفيق باذن الله في سيزون جديد 2019 2020 باذن الله. في نهايه الحلقه واشكركم والى اللقاء.